أنا أقول لحبيبنا شاعرنا أنا قدت 3 صفقات اليوم له والجمهور صفق بابي. يستحق ويستاهل. شكرا للجمهور اللي تفاعل معه. يستاهل. عندي ولدي سلمان الله يخليكم أولادكم دائما يلعب مع أصدقاء الألعاب اللايف هذه فدائما يشجعهم ويقول له يا وحش يا وحش الرجال هذا وحش الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. شاعر جميل شاعر جميل صراحة يعني والله ما أقدر أخذ بيت من هالقصيدة وزي ما قال أخوي أبو فهد الرثاء صعب صعب تكتف فيه صعب تخليه لأن الرثاء يخصك أنت يخص المفقود عندك لكن لما تخليني أتعاطف معاك وأشعر أنه يخصني أنا هنا الشعر يعني يثبت شاعره شلون يكسبك معاه وتتعاطف معاه القصيدة جميلة اللي عاجبني في شعرانا إنهم من زمان ما سمعونا شعر عاطفي يختارون مواضيع حلوة يختارون أشياء جميلة وهذا سر إن شاء الله نجاح شاعر الراية اللي إن شاء الله راح يستمر بالشعراء الجميلة بإذن الله وشكرا لك يا أبو صقر الله يسلمك إليك حبيبنا أبو غنام